حياكم من جديد مشاهدينا، ونروح لأخبار ومنوعات حلقة اليوم من ساعة شباب، ونبدأها بالتخلي عن الجسم بالكامل. راقبت العالمة ميتو بعض الرخويات البحرية في المختبر بإحدى جامعات اليابان، وتفاجأت صراحة بأن أحد اليرقات البحرية فصلت رأسها عن جسدها بالكامل. أنتم مستوعبين يا جماعة؟ شايفين؟ طبعا توقعت ان اليرقه تموت، ولكن المدهش ان اليرقه اعادت تجديد جسمها المفقود في غضون 3 أسابيع فقط. لا لا لا، خليني اعيد لكم هي مره ثانيه، خليني اشرحها. الموضوع رهيب يا جماعه، رهيب. سبحان الله، فعلا سبحان الله بديع الخلق. اليرقه فصلت جسمها فصلت راسها عن جسمها، وبعد 3 أسابيع كونت جسد بالكامل. وذكرت العالمة بأن فهمنا الجيد لهذه الظاهرة قد يؤدي إلى تقدم الطب التجديدي لأعضاء البشرية. صراحة شيء جميل جدا وتطور رهيب في عالم الطب إذا تم استخدام هذه التقنية قريبا بإذن الله. نروح